بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فرحان نكون في وسطيكم وبشكر محبه ابونا ميخائيل وابونا مارك وابونا كيرلس على دعوتهم، وحاسس انه وانا في وسطيكم باخد بركه ابونا بشوي. والحقيقه خليني الاول اعبر عن اعجابي بيكم وفرحتي ان اكون في وسط شعب ايست برونزوك العظيم اللي بيحب الصلاه اللي بيصلي من قلبه. وانا داخل الكنيسة حصل لي حاجة كده عجيبة، قلبي فط جوايا لانه حسيت ان في شعب بيحب الصلاة، وشعب يعني زي ما ابونا بشوي عودكم دايما كل واحد فيكم حاسس انه في الكنيسة لوحده، وده شيء جميل انه الكنيسة تتهز بحناجر الناس اللي بتصلي. فالحقيقة احنا بنيجي ناخد بركة وبنيجي نتعلم منكم وبنيجي نتعزى بوجودنا في وسطيكم. العبرة ليها طعم مختلف في ايست برونزويك وليها طعم مختلف في هذه الكنيسة بالذات. يعني انا حسيت انه ممكن نتكلم النهاردة. هزتني الصبح في القداس الكلمة اللي قالتها الست العذراء: تعظم نفسي الرب. اول حاجة قالتها في التسبيحة بتاعتها. على فكرة النهاردة في الكنيسة قلت لهم الشاطر اللي يحب العذراء يحفظ التسبيحة بتاعتها، يحفظ التسبيحة بتاعتها، والشاطر اكتر يحفظها بالانجليزي كمان. انا بقول بالانجليزي علشان خاطر مش فزلكة، انما عشان لما نتكلم مع اولادنا ونتكلم مع الصغيرين نقدر نجريهم في الكلام. فلو بتحب العذراء صحيح تحفظ التسبيحة بتاعتها اللي قالتها لأليصابات في انجيل لوقا اصحاح واحد: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. وسألت نفسي سؤال: هل احنا يا رب يعني يا ترى بنعظم ربنا؟ هل يا ترى اسم ربنا بيتعظم في ألسناتنا؟ My soul magnifies the Lord. Do you magnify the Lord فعلا؟ قد ايه بتجيب سيرة ربنا؟ يعني قبل ما تخش تنام كده اسأل نفسك النهاردة انا جبت سيرة ربنا قد ايه، كلمت عليه قد ايه، وشهدت له قد ايه قدام اخواتي وقدام اولادي وقدام مراتي وقدام جوزي وقدام زمايلي في الشغل. خلينا اقول لكم حاجة، تعظم نفس الرب يعني معناها ان ربنا موجود في كل مكان. حاسس كده ما تزعلوش مني، بعض الناس غويين ان هم يقابلوا المسيح في اوقات ويسيبوه في اوقات. يمكن سمعتها مني قبل كده، الناس اللي غاوية تيجي تزور المسيح كل يوم حد في الكنيسة. يعني يجي نزور المسيح في الكنيسة نطمن عليه، واحنا بنزوره لازم نتصرف حلو طبعا لانه احنا قدام المسيح، وبعدين واحنا ماشيين يجي المسيح يتعلق معنا يقول ممكن اروح معاكو، نقول له رايح فين؟ خليك قاعد هنا، نفسي اروح معاكم. لا 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 لا، انت لو روحت معانا هتعمل لنا ازعاج، واحنا صراحة يعني مش عاوزين دوشة. يعني انت حلو يا رب ان احنا نشوفك كل يوم حد، بس لازم نقفل عليك الكنيسة، اصله بصراحة يا رب انت مالكش مكان برا الكنيسة، انت رائع في الكنيسة. نخش الكنيسة ترانيم وصلاة وامين امين بموتك يا رب نبشر واخت تسامحني واشربات على الوش والحان وطوان بيضة وحاجات مالهاش حل. انا نخرج برا بقى تنطلنا في كل حتة يا رب بقى مش لطيفة بقى صراحة. يعني صراحة لو نطت لنا في قط الصالون وقعدت تتفرج معنا على التلفزيون مش هنتفرج على اي فيلم، لان مفيش فيلم الا فيه مناظر. طبعا هنعمل ايه وانت قاعد في وسطينا؟ ده لا مؤاخذة يعني لو جه ابونا ميخائيل وقعد في وسطينا مش هنرتاح، يعني مش كده برضو ولا ايه؟ يعني هنكسف بقى من كل منظر. طب وبعدين هناخده معانا الريسبشن ازاي ربنا ده بقى؟ في الريسبشن هنقعد نقول ايه؟ نقول مجد مريم في الريسبشن ونقول يا سائح للقاء يسوع؟ مش لطيفة يعني. طب وبعدين في العربية واحنا بنقول يا رب انت لو نطت لنا في كل حتة يا رب بصراحة انت خليك في الكنيسة، ويبقى ربنا عامل زي الطفل الصغير: طب اروح معاك، ونقول له ما هتروح فين، خليك هنا، احنا هنقفل عليك ونيجي نزورك المره الجايه. كاننا جايين متحف، كاننا جايين نتفرج على ربنا مع ان ربنا عاوز يخش في حياتنا. ست العذراء قالت: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. يا ترى انت بتعظم ربنا ولا لا؟
شخصية حلوة قوي بحبها في الكتاب المقدس ندرسها مع بعض، شخصية يوسف الصديق. يوسف الصديق الحقيقة حلاوته انه جه بين شخصيتين، شخصية يعقوب وشخصية داود، قبليه يعقوب وبعديه داود. يعقوب شخصية مخادعة في الكتاب المقدس، عمل حاجات صعبة قوي. يعقوب ابو يوسف ده انتوا عارفين السر، ضحك على ابوه وخد منه البركة، ضحك على اخوه وخد منه البكورية، ضحك على حماه وخد منه البهايم، صح ولا لا؟ ها، ضحك على الناس كلها. فكان يعقوب ده ملوش حل، ومع هذا يعني ربنا قبله وربنا غير حياته واداله اسم جديد بعد يعقوب، بقى اسمه اسرائيل. ده يعقوب كان مخادع. داود شخصية عجيبة جدا، لما يعمل حاجات حلوة ما تلاقيش احلى منه، ولما يعمل حاجات وحشة ما تلاقيش اوحش منه. ده داود يعني لما وقف على السطح كده وبص على الست وزنى معاها وقتل جوزها وكذب، ما فيش اوحش من كده. وفي نفس الوقت داود ده لما سامح شاول وكذا مرة يبقى شاول تحت ايده ويبقى ممكن يقتله وما يرضاش يقتله. يوسف بقى ما بين الاتنين دولت شخصية جميلة جدا، شخصية مشيت ورا ربنا، فعلا كان شعار حياته تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، زي الست العذراء اللي بنتعلم منها كلنا. يوسف يتهيألي لو حبيت تدرس شخصيته ادرسها بالاماكن اللي عاش فيها. يوسف عاش في كام بيت؟ نفتكر كده مع بعض. اول بيت عاش فيه بيت ابوه، مش كده؟ تعرفين القصة، انا مش هقولها لكم لان انتوا درستوها في مدارس الاحد بدل المرة 100 مرة، لكن احنا هناخد العبر اللي وراها. البيت التاني اللي عاش فيه يوسف كان بيت ايه؟ بيت فوتيفار. البيت الثالث اللي كان عاش فيه عاش بيت الساجن، والبيت الرابع كان بيت فرعون او بيت القصر الحاكم. يبقوا اربع بيوت عاش فيهم يوسف: بيت ابوه، بيت فوتيفار، السجن، وبعد كده قصر الحكم. الاربع مراحل دول تقريبا هم الاربع مراحل بتوع حياتنا. البيت الاول اسمه بيت الذكريات وبيت القميص الملون، لما ابوه جاب له قميص ملون، بيت الذكريات. واحنا فعلا كل واحد فينا له ذكريات حلوه، خصوصا اللي جايين من مصر، كل واحد له ذكريات. حينما تتكلم الاحجار، واخد بالك؟ انا لسه جاي من مصر مبقاليش اسبوع، عاوز اقول لك انه كون الواحد يمشي في الحته اللي اتربى فيها روحه تتاخد، يخش البيت اللي اتربى فيه روحه تتاخد، يخش الكنيسة اللي بيحضر فيها مدارس الأحد، المنجلية اللي كان بيشب علشان يقرأ من عليها، المدرسة، الشارع بتاع الفول والطعمية بتاع الكشري، حتت كلها تاخد حتة من قلبك. احنا شعب يحب الذكريات، لو ان صراحة من بعد ما جابونا أمريكا عودونا على الكلتشر بتاع الديسبوزيبل، كل حاجة ديسبوزيبل، واخد بالك انت؟ يعني احنا في مصر كان يصعب علينا أي حاجة، يصعب علينا نرمي المعلقة، نرمي الطبق لما يتكسر، يصعب علينا نرمي إزازة الشربات اللي فضيت نخليها في التلاجة، واخد بالك انت؟ هنا بقى اقلب السفرة في آخر الأكلة بالمفرش، واخد بالك؟ كله بقى ديسبوزابل. وطبعا ما عندناش مانع انه الجوز يبقى ديسبوزابل، الزوجة تبقى ديسبوزابل، اشمعنى ده اللي هيفضل يعني؟ ما بقناش طايقين. في مصر الكرسي يفضل موجود، قط النوم نورثها لعيالنا، انما هنا كل سنتين نحط على الكورنر علشان تيجي عربية العفش تاخد وتفرم والذكريات تتفرم. شيء حلو في يوسف انه عمل ذكريات حلوة في بيت ابوه، وزي ما قلت لك المكان يحكي بالذكريات. يوسف عاش الذكريات الحلوة، ده اول بيت. وإن كان نمسك على يوسف غلطتين صغيرين، أول غلطة إنه كان بينقل لأبوه اللي بيقولوه إخواته، فخلي بالك عشان برضو نقول اللي لينا واللي علينا، كان ينقل لأبوه اللي بيقولوه إخواته عليه. صحيح هو كان طفل مش واخد باله، لكن عاوز أقولك ساعات تصرفات الطفولة تخلينا نعمل أخطاء مش لطيفة.
عشان كده احنا لما بنصلي بنقول يعني خطايا شبابي وصباي يا رب لا تذكرها، لانه فعلا كل واحد فينا وهو في 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 فتره الطفوله، على قد ما كانت فتره حلوه وعلى قد ما كانت فتره كلها ذكريات، انما فيها اخطاء وفيها حمقات، تقدر تسميها حمقات. عموما بنصلي ان ربنا يشفيك ويشفيني من اي حاجة. طبعا اكيد في بعض منا اتعرض لاهانات، اتعرض لانتهاكات، اتعرض لاضطرابات في الفترة دي، يا ريتك تسامح طفولتك حتى لو كان في ناس اساءوا ليك. ربما مامتك عملتك باسوأ شوية، ربما باباك كان شديد عليك شوية، ربما كان في تفضيل شوية، انما يا ريتك تشفى من ذكريات الطفولة، يا ريتك تتصالح مع نفسك في ذكريات طفولتك، لأنه ثبت أن كل واحد فينا بيتصرف طبقا لأول 5 سنين في حياته وطبقا لذكريات الطفولة. يا ريتك تعرف إزاي تسامح اللي أساءوا إليك وانت صغير عن قصد أو عن جهل. سامح وتخلص من عقد الماضي. ده أول بيت، بيت يوسف، بيت الذكريات. وتاني بيت عاشه يوسف كان بيت فوتيفار، وده هسميه بيت التغرب والمعاناة والتجربة. التغرب والمعاناة والتجربة. يوسف فجأة لقى نفسه في أرض غريبة وفي حتة غريبة وعادات غريبة. عاوز أقولك إن مصر في الوقت ده كانت تعتبر زي أمريكا، أمريكا هذا العصر. مصر دي كانت أكبر دولة متقدمة وأكبر دولة متحضرة في الوقت ده، وكان فيها انحلال وكان فيها حرية وكان فيها لخبطة وكان فيها مدنية. ويوسف عاش في بيت فوتيفار بطريقة جميلة. خليني كده أقرأ لكم إيه اللي حصل ليوسف في بيت فوتيفار. بيقولك وأما يوسف فأنزل إلى مصر، إصحاح 39 آية 1 في سفر التكوين. وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوتيفار خصي فرعون رئيس الشرط، رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنزلوه إلى هناك. وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وكان في بيت سيده المصري، ورأى سيده أن الرب معه وإن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده. فوجد يوسف نعمة في عينيه وخدمه، فوكله على بيته ودفع إلى يده كل ما كان له. وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحقل. فترك له كل ما كان له في يد يوسف، ولم يكن معه يعرف شيئا إلا الخبز الذي يأكل، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر. أدي يوسف في بيت فوتيفار، بيت غربة. كلنا هنا في غربة، شايلين ذكريات حلوة من مصر، لكن ما فيش شك هنا غربة. أمريكا دي عاملة زي التورنيدو، كل اللي يجي عاوز تكشف أي حد هاتوا أمريكا صراحة. يعني في مصر كنا متداريين، في مصر كنا متلصمين ومسطورين والحكاية عاد. جينا هنا لقينا العاصفة جديدة، اللي بيحب الفلوس بيبان في أمريكا. في مصر أصل دي اللي يزعر، ما فيش أساسا، واخد بالك؟ اللي عنده كده ميول للخبطة هاته في أمريكا وتفرج عليه يحصل منه إيه. اللي عندها ميول انها يعني برضو هاتها امريكا، كله في امريكا بيبان، لانها في نظري زي التورنيدو اللي بيعصف بينا. اما كنتش انت مبني على الصخر حطير حطير، على الاقل ان ما طرتش يعني اعتقد انك حينكشف القناع اللي انت شايله من شدة الرياح. يوسف كان في غربة وكان من حقه يلخبط وكان من حقه يعمل اللي هو عاوزه، وخصوصا لو قعدت معاه وعملت معاه حديث صحفي يقول لك انا انسان بائس، ابويا راجل مخادع، امي
كانت بتحب الأصنام، ومرة من مرات شالت الأصنام وضحكت على أبوها وقعدت على الأصنام ومرضتش توريها لأبوها، يعني لا أب عدل ولا. وإخواتي بيكرهوني وكانوا عاوزين يقتلوني وبيضحكوا عليا وبيتريقوا عليا، واديني اترميت في أرض غريبة. مين بقى يدرى بيا؟ مين بقى حاسس بيا؟ أنا أعمل اللي أنا عاوزه، أعمل اللي أنا عاوزه. من حق إن أنا أنسى إله إبراهيم ويعقوب وإسحاق. إيه ده؟ قصة. ده احنا مش عارفين اسمه لحد الوقت الإله ده. سيبني أعمل اللي أنا عاوزه. لكن يوسف ما عملش كده أبدا. يوسف كان متمسك بربنا، ولما جات له الشهوة لحد عنده، لما جات له التجربة، وبيني وبينك تجربة مش سهلة، تجربة صعبة. تعرف مرات فوتيفار قالت له إيه؟ قالت له اسمع، فيش حد في البيت غير أنا وإنت، خلي بالك لو رضيت تعملها محدش هياخد باله، بل بالعكس هتتفتح لك يعني أبواب الخير والفلوس، ولو مرضتش تعمل الخطية هتدفع ثمنها كأنك عملتها. هصوت أقول إنك عملت، لكن لو عملت يبقى احنا الاتنين بقينا مع بعض، وفلوس جوزي تبقى فلوسك. لكن يوسف وقف وقال الكلمة المشهورة، ها اللي انتوا حافظينها، كيف افعل هذا الشر العظيم واخطئ امام الله. ورفض يوسف قبل نزول وصية لا تزني بمئات السنين انه يزني مع هذه الست، واختار انه يتجرس بعملة ما عملهاش. يا عم انت هتتلطش، يا عم ده انت بطولك لا عزوة ولا حاجة، يا عم ما صدقنا انك اتعلمت لغة المصريين وكسبت ثقة الراجل وانت المتولي على البيت. يا سيدي اخدم لقمة عيشك زي ما بنقول، كلنا خدامين لقمة عيشنا، يعني نعمل ايه؟ يا سيدي داري على شمعتك. يقول ابدا، ما خنش ربنا ابدا. بيت كان بيت كله تجارب، وبيت كله معاناة، وبيت كله غربة، معاناة نفسية ومعاناة روحية ومعاناة جسدية عشان يصحى من الصبح. النجاح اللي وصله يوسف ده مش سهل، ده أكيد بجهد وبعرق وبوقفته على رجله وبعينيه المفنجلة وبقلة ساعات نومه. لكن يوسف كان همه ربنا. يا ترى انت في وسط الزحمة اللي احنا عايشين فيها في أمريكا دي، في وسط اللخبطة وبتشتغل من الصبح لحد بالليل ومش عارف كم ساعة وبتدور على شغلانة تانية علشان خاطر تدفع المورجج والكلام ده كله، يا ترى واخد بالك، واخد بالك انك تخلي ربنا رقم واحد زي يوسف ما عمل؟ واخد بالك انك ما تنجسش نفسك مش بس بمرات فوتيفار ولا بأي حاجة تاني، ولا حتى بالبص، ولا حتى بنجرب، ولا حتى روح واتفرج وملياش دعوة. يا ترى واخد بالك انك ما تروحش اماكن وحشة، ما تفتحش مواقع في الانترنت وحشة، ما تتزحلقيش في اي علاقة غلط، ولا حتى دعوة على الاكل، ولا حتى ناخد فنجان قهوة مع بعض في دانكن دونتس. نو خلي بالك اللخبطة ما بتجيش مرة واحدة، اللخبطة بتيجي ايه؟ حتة حتة، وفي جرس بيرن. ربنا حاطط في كل واحد فينا الروح القدس اللي ينبهه، والجرس بيقول لك العلاقه دي غلط، انا مش مستريح للكلام ده، انا مش مستريح لخف دمه، انا مش مستريح لرميتها عليا، بالذات علاقات الشغل. اصل يوسف اتزحلق او كان هيتزحلق في علاقات شغل. خلي بالك انت جاي هنا علشان خاطر ترفع اسم ربنا وتقول مع العذراء تعظم نفس الرب، مش بسببك يجدف على الاسم الحسن. بيت كان كله معاناة، كان كله تجارب، كان كله غربة، ده بيت التاني. البيت التالت هو بيت السجن، لما ترمى في السجن انا بسميه بيت الصبر. السجن يعني ايه؟ يعني قيود في ايديه وقاعد مستني اللي يحصل له. يا ترى عندك صبر بقى على ربنا بلاك بيه ولا لا؟ تقول لي ادي اخرة المشي مع ربنا، ادينا مشينا مع ربنا وترمينا في السجن اسافل السافلين، ما يجراش حاجة. عندك استعداد تصبر وتقول له يا رب انت اللي عملت، ولا ما عندكش استعداد؟ عندك استعداد تستنى ربنا يجي؟ يوسف
يبان هو في بيت فوتيفار انه اكتف، انه بوزيتيف، انه واد فهلاوي، انه بيعمل حاجات كده محدش يقدر يعملها، ان كسب محبة فوتيفار وكسب محبة الدنيا كلها وبقى نمبر وان في البيت. طب اهو اترمى في السجن ودلوقتي محطوط ومرمي ومحدش بيسأل فيه، محطوط ومرمي لكنه لم يفقد رجاؤه في ربنا. عندك استعداد انك تصبر وتستنى ولا روحك في مناخيرك على رأي ما بيقوله؟ كل واحد يقول لي روح في مناخيري، روح في مناخيري على رأي ما بيقوله. طب اوعى تعطس بقى لحسن ايه تخلص. لا، ما فيش حاجة اسمها بصبركم تقتنون انفسكم. خلي عندك صبر، استنى شوية. شوية مرض نقلق، الدكتور قال لك كلمة تقلق، شوية اخبار انهم هيفيروا ناس في الشغل تقلق، المورجج هيعلى تقلق، زي ما نكون بنتلكك على اننا نقلق، بنتلكك على اننا نضطرب، بالذات الستات. يظهر لما جونا هنا بقى عندنا فوبيا ان اي حاجة تخوفنا. الواد لسه ما رجعش، يا ستي حاضر ما جراش حاجه، زمانه جاي. لا ما رجعش، قافل تليفونه، ما يمكن في منطقه ما فيش فيها سيجنال. البيت ما اعرفش ايه اللي بيحصل. الواد في سنه ثالثه ابتدائي وجاب بيز، ما جابش ايز. يا خلاص لا ننكد عليه لحد ما يجيب ايز. اشمعنى اولاد الناس بتجيب ايز وابننا ما بيجيبش ايز؟ احنا جايين هنا نتغرب عشان تجيب لنا بيز؟ طب بس بالراحه. طب ما هو انت بتخليه يجيب ايه؟ بتبوظي حاجات تانية في شخصيته على مهلك. لا تكوني وانت بتصلحي الدرجات بتاعة المدرسة بتبوظي في النفسية. انا ما بقولش نصلح بس بطريقة هادية. خلي بالك، الصبر والحكمة في بيت السجن كانت عند يوسف رائعة جدا. وخلي بالكم، اصل مشكلة تعاملنا مع ربنا، يوسف بان ايمانه مش وهو في بيت ابوه ولا هو في بيت فوتيفار، ده بان ايمانه اكتر وهو فين؟ في السجن. السجن، السجن يعني الصبر. بعيد عنكم، شفتوش الناس اللي في السجن دولت ما لهمش حيله غير انهم يستنوا الزمن؟ انتم ما شفتوش الكلام ده. انا ما كنت ازور الناس اللي في السجن دول، كنت اشعر انه احنا بره السجن متصربعين ومتلهوجين على قلة فايدة. وان احلى درس اخده من الناس دولت ان انا اقعد واقول له مستنيك يا رب تيجي، مستنيك يا رب تشتغل، انا ما فيش في ايدي حاجة اعملها، ما فيش في ايدي حاجة اعملها غير ان اقول لك امتى تيجي يا رب، امتى يا رب تتصرف في حياتي وانت اللي تشتغل، انا ما فيش في ايدي، حريتي مش في ايدي. عاوز اقول لك يوسف بان ايمانه في بيت السجن، في بيت الصبر. تقدر تصبر ولا روحك في مناخيرك؟ تقدر تهدى؟ تقدر تتحكم في نفسك؟ تقدر تكسر مشيئتك؟ في بستان الرهبان في باب بحاله اسمه كسر المشيئة. طبعا الكلام ده قلناه لعيالنا احنا بنهرطك، يعني How to break your will. تقدر تعمل حاجة مش على هواك؟ تعمل حاجة مش على هواك؟ ده الدنيا بتخرب يا محترم في الصيام علشان هاف ان هاف اللي بتحط على القهوة، ومش عارفين نستبدل كريمر بهاف ان هاف. تقول لي نكسر المشيئة؟ احنا عارفين نكسر فنجان القهوة، احنا عارفين نكسر العادة ان احنا يعني لازم ننام على التلفزيون لحد ما نفقر وبعدين التلفزيون يطفي لوحده، احنا عارفين نكسر العادة ان احنا نتفرج على كذا ويب سايت، احنا عارفين نكسر العادة انه كل ما اشوف فستان لازم الزق فيه ولازم اجيبه ما يهمنيش سعره كام، والفساتين بتتكون في الكلوزت من دون داعي، والجزم بقت فوق بعضها وبقت فرد مش عارفين الفردة التانية راحت فين. انت بتقول لي ايه نكسر المشيئة في ايه؟ ازاي تكسر مشيئتك؟ ازاي تملك حياتك؟ ازاي تسيطر على نفسك؟ يوسف ما تعبش في السجن، عارفين ليه؟ لان هو عارف يتحكم في نفسه، مش مستني سجان يتحكم فيه. وعشان كده في السجن خد نعمة في عين السجان، وبقى هو اللي يوزع على المساجين، وبقى هو اللي ماسك كل حاجة الا باب مفتاح السجن، لكن كل حاجة جوه السجن هو المتوليها. ايه ده يا رب ده؟ قال ما تخافش، هديك نعمة حتى في بيت السجن. اما البيت الثالث فهو بيت الخدمة. لما يوسف فرح بعمل
ربنا في حياته وفرعون خلاه الرجل التاني. زي ما قلت لك ربنا انت بتتعامل مع ربنا باي صورة. يتهيألي كده في ناس سامحوني في الكلمة فاكرين ربنا ده بتاع شبيك لبيك، عارفين شبيك لبيك العفريت اللي لما تحك الفانوس يطلع لك. احنا عاوزين ربنا كده، اسف يعني سامحوني، عاوزين ربنا اللي يطلع يقول شبيك لبيك يا رب احنا عاوزين البنت تتجوز شبيك لبيك، فهو يطلع يقول لك حاضر بكره يجي لك عريس زي الفل، عاوزاه ايه دكتور، عاوزاه ايه عينيه زرقاء، حاضر يا رب عاوزين بيت زي الفل، يا رب احنا تعبانين وعاوزين نخف وعاوزين بابا كله يجي بالليل يعمل معجزه شبيك لبيك. ايه ده؟ بس عفريت العلبه ولا عفريت الفانوس كان بيقول شبيك لبيك عبدك وبين ايديك. هو مين عبد مين؟ هو انت عبد ربنا ولا ربنا اللي شغال عندك؟ المزمور بيقول هو صنعنا، مبارك الرب، هو صنعنا ولسنا ايه نحن. يعني ايه ولسنا نحن؟ يعني مش احنا اللي عملنا ربنا، واحنا ولا احنا اللي عملنا نفسينا. في ناس عاوزه تخلق اله على مزاجها، عاوزه تخلق مسيح على مزاجها، عاوزه تعمل من السيد المسيح له المجد اللي يقول شبيك لبيك. ينفع؟ بس بنقع فيها وبعدين نلوي بوز بقى، يا رب عمال تقول ومعجزات وبنسمع وبدل الكتاب 100 في المعجزات وإيش معجزات القديس فلان والقديس علان. طب فين المعجزات دي يا رب؟ استنى استنى، انت عاوز شبيك لبيك ولا عاوز يسوع له المجد؟ عاوز تقول تعظم نفس الرب ولا تستغل نفس الرب؟ لا خلي بالك، مش مظبوط انك تعمل من الله له المجد والبركة والعظمة والقدرة تعمله شبيك لبيك. في ناس تانية يقولك اصل ربنا ده زي ايه، زي بيزي داد. عارفين بيزي داد؟ يعني هو بابا بيحبني بس بيزي قوي. داد انا عاوز كذا وعاوز كذا، يقولك اوكي اي لاف يو اي لاف يو بات اي دونت هاف تايم. فربنا ده هو قوي وجبار وهو له كرامته بس مش فضيلي، مش فضيلي، هو بيحبني بس مش فضيلي. فيعني بقى ما تدوشوش، فاعمل اللي انت عاوزه لوحدك. عارف العيال لما تكبر دماغها وتعمل هي عاوزاه يقول لك اصل دادي ده مش فاضلنا، نعمل اللي احنا عاوزينه. هل فكرتك عن ربنا ان هو بيزي داد؟ دي مش ايماننا. ايماننا ربنا بيحبنا وبيقف وبيتصرف. ناس تانية تقول لك ربنا دوت يعني ليزي جرانبا. عارفين ليزي جرانبا؟ يعني هو ربنا ده عامل زي جده، طيب قوي وبيحبني قوي ونفسه يعمل لي كل حاجة، بس يا حرام ما عندوش ايه، ما عندوش جهد. جده ده كان جده تيجي تلعب معانا، نفسي يا بابا بس تعبان. جده طب صدقني نفسي اروح معاك الجنينه، نفسي اروح معاك السويمنج بول بس ما عنديش جهد. هل ربنا بيحبنا بس ما عندوش قدره، ولا عنده قدره بس ما عندوش وقت، ولا تحت امرنا نعمل اللي احنا عاوزينه؟ يوسف امن ان الله سيفعل الصح في الوقت الصح، وعشان كده ما شغلش باله بمشكله الوقت. يمكن شوية قال الرئيس الخبازين ورئيس السقاب افتكرني، لكن الحقيقة كان عنده صبر في بيت السجن. خلي بالك محتاجين شوية صبر في الدنيا المكركبة دي، محتاجين شوية صبر في الدنيا المعفرطة دي. الدنيا بتاعتنا دي دنيا معفرطة. يتهيألي لو جدي قام من الموت وجاي يتفرج علينا ويشوف حالتنا هيقول انتوا عايشين معفرطين. يعني فين ايام زمان؟ فين ايام زمان؟ دلوقتي احنا معفرطين، معفرطين. دايما لما اقول يعني زمان كنا نولع الراديو ونقعد ربع ساعه على ما اللمط تسخن. فاكر انا كان ابويا يقول لي ولع عشان كمان ربع ساعه هتيجي تمثيليه الف ليله وليله بتاعت زمان بتاعت رمضان، ونقعد نستنى لما اللمط تسخن سنه بسنه. دلوقتي
يعني كارثة لو الريموت مش موجود، وغالبا الريموت بيزوغ في الكنبة فنقعد نتخانق، انا قلت 100 مرة حط الريموت، انا قلت 100 مرة اللي يخلص التلفزيون يحط الريموت عند التلفزيون، ونقلب الدنيا علشان هنضطر نروح لحد التلفزيون نعلي ونوطي ونطفي ونولع. ازاي ازاي يعني ازاي؟ زمان كان التليفون عشان نضرب نمرة نقعد نهاتي بصبر عجيب لحد ما النمرة تيجي، خصوصا لو عايز تكلم محافظات. دلوقتي السيلفون لما يقع في المية بتتنكد علشان ما فيش ولا نمرة حافظها من النمر، وخسرت كل النمر وهتقعد تكتب من جديد. ما فيش صبر، خلاص بقى كل واحد روحه في مناخيره. يوسف في بيت السجن كان عنده صبر، شوية صبر. حاول تكسر مشيئتك يا جماعة. الصيام اللي احنا صامينه الهدف منه حاجة واحدة بس، انك تبقى مع نفسك زي الشريك المخالف. هي تقولك عاوز اكل لحمة وانت تقول لها مفيش غير فول. هي تقولك عاوزين نحط لبن على الكريمر على القهوة وانت تقول لها هتشربيها سادة يا مفيش قهوة خالص. عاجبك ولا مش عاجبك؟ تعرف تبقى شديد مع نفسك ولا دلع في دلع؟ اقعد دلع، كل واحد يدلع نفسه وشوفوا اخرته ايه. اخرته ايه؟ مالك نفسه خير من مالك مدينة. البيت الرابع، يوسف بقى كان نضج وابتدى يوصل لمرحلة جميلة جدا، وبقى ربنا معاه لدرجة، بصوا فرعون يقول ايه بعد ما يوسف فسر الاحلام، فحسن الكلام في عيني فرعون، فقال فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ مين اللي بيقول كده؟ اوباما، قصدي فرعون. ما هو اوباما يعني، مش كده برضو ولا ايه؟ اوباما بتاع العصر ده، ها، مش حد عادي اللي بيقول كده، ده فرعون اقوى دولة في العالم واقوى رجل في هذه الدولة. هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله؟ ثم قال فرعون ليوسف بعدما اعلمك الله كل هذا، ليس بصير وحكيم مثلك انت تكون على بيتي، وعلى فمك يقبل جميع شعبي، إلا أن الكرسي أكون فيه أعظم منك. ثم قال فرعون ليوسف انظر قد جعلتك على كل أرض مصر. يا سلام، ده بقى نتيجة عرق الثلاث بيوت الأولانيين، بيت الذكريات وحبه لأبوه وخضوعه لأبوه، بيت المعاناة والتغرب والتجربة اللي وقف فيها شديد ووقف مع ربنا، بيت الصبر اللي استحمل فيه واستنى ظلم الأيام يعدي، ظلم الأيام يعدي. بس أحلى حاجة بقى ليوسف اللي يربط الأربع بيوت ببعض، عارفين إيه؟ يوسف زمان وهو عيل صغير كان شاف حلم، كان شاف حلم، مش شاف حلم واحد، شاف اتنين، فاكرين؟ وعشان كده لما جم اخواته قدامه، فاكرين انتوا القصة لما قعد يقول لهم قال له انتوا كم واحد؟ يقولوا له احنا 10. طب فين الباقي؟ يقولوا احنا كنا 12، واحد عيل صغير في البيت وواحد تاه ومشي وما يعرفوهوش. قال لهم ايه؟ قال لهم عاوز اشوف الواد الصغير، واصر يروح يجيب الواد الصغير. قالوا له بابا مش هيرض، ده مش هيطلعه، ابويا متعقد خلاص مش هيطلع بنيامين. قال لهم لازم تجيبوه. ليه اصر يوسف انهم يجيبوا بنيامين؟ واحد يقولك عشان بيحب بنيامين، عشان عاوز يشوفه، عشان عاوز يطمن ابوهم حي ولا لا. نو، في رايي انا سبب واحد اخلى يوسف عنيد جدا انهم يجيبوا بنيامين، ايه هو؟ ان الحلم يتحقق. لانه زمان حلم حلمين، الحلم الاولاني انه في الحقل و11 حزمة بيسجدوا للحزمة بتاعته، والحلم التاني انه 11 نجم والشمس والقمر بيسجدوا له، وقال الحلمين لابوه، وابوه قال له بس بقى بطل ما تقولش. ولدرجة وهم بيرموه في البير يقولوا يا صاحب الاحلام، واخد بالكم؟ دي الحتة النيك نيم اللي طلعوا عليه، الترياقة اللي طلعوا عليه. فيوسف كان عنده حلم في حياته، آمن بهذا الحلم انه من عند ربنا، واصر انه يتحقق، واصر انهم يروح يجيبوا الواد رقم
11 علشان ال11 يترص قدامه ويسجدوا ليه أول ما يخشوا عليه في قصره الملكي. الحلم الثاني تنازل عنه بإرادته، قال ما مش همرمت أبويا وأبويا له كرامته، مش هجيب أبويا ومش هجيب أمي لأن أمي ماتت كده كده، ولا حتى هجيب مرات أبويا ولا حد، لكن أصر على الحلم الأولاني. خلي بالك في نفس الوقت، في نفس الوقت كان إخوات يوسف بعد ما عملوا عملتهم رجعوا لأبوهم وجابوا القميص، عارفين القصة، وعصوا بشوية إيه شوية دم بتاع خروف ولا حاجة، وقالوا لأبوهم إيه، انظر هو ده قميص ابنك، يظهر إن فيه ديب كالو. بيتهيألي إن يعقوب في الوقت ده يعمل إيه بالقميص. طبعا يعقوب صرخ وقال نفسي تنزل إلى الهاوية، وقال لهم يعني لا أتعزى بموت ابني، وصرخ لدرجة إن نظره راح يا حرام. غالبا غالبا يعقوب خد القميص وحطه في الدولاب، وكل ما يحن لابنه يعمل إيه، يطلع القميص المتلطخ بالدم ويبص له ويعيط. مظبوط، عشان كده لما جم يقولوا له هات ابنك بنيامين علشان الملك بتاع مصر عاوز يشوف الواد والا مش هناخد قمح تاني، قال لهم لا ما اقدرش. ليه ما اقدرش؟ قال اصل يعقوب عايش فين في الماضي اللي حصل، واللي مخليه عايش في الماضي كل شويه يبص على القميص المتلطخ بالدم، بينما يوسف عايش في المستقبل، عايش في الحلم بتاعه ومصمم ان حلمه يتحقق لانه عنده ايمان ان هذا الحلم من قبل الله. انا بسألك سؤال الليله دي، انت عايش في الماضي ولا عايش في حلم حاسس انه من قبل الله؟ ايمان، عندك ايمان ان الحلم هيتحقق؟ انت عندك قميص وكل شوية تفتحه، مش يعقوب بس اللي عنده قميص، ده في ناس كتير عندها قمصان وملطخة بالدم، كل شوية تفتح وتقول على اللي حصل، احكي لكم على اللي حصل، احكي لكم على اللي حصل واللي عملوه فيا من 20 سنة، احكي لكم على اللي حصل يوم جوازي، يوم ما عملوا، يوم ما سووا، يوم ما النقطة، انت بتتكلمي في ايه؟ ده بنتك اطول منك ومصممة تفتكري على اللي حصل، يظهر انك شايلة قميص ملطخ بالدم في الدولاب وغاوية كل شوية تطلعي وتبحلقي فيه وتعيطي وتندبي حظك. ده كلام غاوي تفتكر اللي أساءوا إليك واللي ضايقوك واللي تعبوك. من فضلك ما تبصش على القميص، لكن بص على الحلم. If you believe it you will receive it. إذا أمنت إن في حلم، إذا أمنت انه في حاجة هتتحقق، كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه. يوسف امن ان في يوم من الايام مش هيفضل لا في بيت فطيفار ولا حتى يبقى رئيس خدم، ما لم يقتنع بانه يبقى رئيس خدم ولم يهتز بالسجن، ولكن كان عارف ان في يوم هيجوا الحداشر يترس ويسجدوا له، واصر ان الحلم يتحقق. تقول لي ياه ده يوسف ده عنيد قوي. حلو انك تكون عنيد في احلامك وعنيد في طموحاتك اذا كان هذا مخلوط بالايمان، لان يوسف اخد كل حاجة من ايد ربنا، بدليل ان على الرغم من ان يوسف كان عنيد في ان الحلم يتحقق كان طيب جدا في انه يسامح. ودي نقطة تانية، يا ترى بعد ما توصل لبيت الملك تعرف تسامح؟ العفو عنده المقدرة. اخواته لما ترسوا قدامه كانوا خايفين منه، لكن يوسف قال لهم ما تخافوش ما تخافوش، مش هعمل بيكوا حاجة، وفضلوا مرعوبين حتى بعد ما ابوهم مات. خافوا اكتر، قالوا يمكن هو ايه كان مستحملنا عشان ابونا. بصوا في الاخر خالص بعد ما ابوهم مات في اصحاح 50، بصوا ايه اللي حصل. ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعناه به. فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف
آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا، فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله أبيك. خلي بالكم إخوات يوسف دول مكرين مكر ما بعده مكر. عارفين ليه؟ ساعة ما قتلوه رجعوا لأبوهم وقالوا له إيه؟ أو ساعة ما باعوه يعني، رجعوا لأبوهم وقالوا له إحنا ما نعرفش لقينا القميص ده. ولما يوسف أعلن عن شخصيته ورجعوا يقولوا له ابنك حي، ما قالولوش إن إحنا اللي اخترعنا القصة من أولها، ما قالولوش سامحنا يابا إحنا قلنا لك لقينا القميص، الحقيقة إحنا لا لقينا القميص ولا حاجة، ده إحنا اللي قلعناه القميص بإيدينا، ده إحنا اللي نزلناه في البير، ده إحنا اللي بعناه بإيدينا. ما رضوش يقولوا له كده، خافوا من أبوهم لا يلعنهم، خافوا من أبوهم لا يغضب منهم. فالنتيجة قالوا له ابنك حي. لو كانوا قالوا لأبوهم يمكن كان أبوهم كلم يوسف. النهاردة هم مضطرين يكذبوا للمرة التانية. عارفين ليه؟ كانوا فاكرين إن العملة اللي عملوها من عشرات السنين هتختفي. عاوز أقول لك الغلط اللي بنعمله يلف يلف وإيه؟ ويجينا تاني. أحسن إنك تواجه خطيتك، أحسن إنك تتحمل المسؤولية، أحسن ما تكتم وتقول بكرة الدنيا تداري اللي عملناه. إخوات يوسف عملوا الغلطة ورجعت لهم تاني، ولما حاولوا يعالجوها بكذبة رجعت لهم تالت، وأبوهم مات، ودلوقتي هم قدام يوسف بيكذبوا ويقولوا أبوك قال خلوا يوسف. أبوك ما يعرفش حاجة، أبوهم يا حرام مات وهو ما يعرفش إن إخوات يوسف كذبوا عليه ساعة ما قالوا له لقينا القميص. ما يعرفش القصة خالص ولا يعرفش اللي عملوه في أخوهم. بس عاوز أقول لك حاجة، الرائع مش موقف إخوات يوسف، الرائع موقف مين؟ يوسف. بص يقول لك ايه، فبكى يوسف حين كلموه. بكى شويه مشاعر. على فكره برضو الزمن ده المشاعر بقت فيه غاليه، لكن يوسف كان رقيق قوي وحساس قوي. واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك، اعمل اللي انت عاوزه. فقال لهم يوسف لا تخافوا، لانه هل انا مكان الله؟ يا سلام كلمة جميلة. هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به بالشر اللي أنتم عملتوه خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعب كثير. فالآن لا تخافوا، أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. الحتة دي تعلمنا حاجات كبيرة. اول حاجة احنا متفقين ان يوسف كان عنيد ان حلمه يتحقق واصر يرصهم قدامه، ولكن ان الحلم يتحقق حاجة وانه يتشفى في الناس حاجة تاني. الانتقام، الانتقام ده بلوة مصيبة، الانتقام مأساة للشخص. اوعى تنتقم، لي النقمة انا اجازي يقول الرب. تعرف تسامح يا حبيب قلبي؟ لما بنقول لك سامح احنا بنقول لك اعمل معروف في نفسك مش في البني ادم اللي غلط في حقك. لما بنقول لك انسى بنقول اشتري سلامتك واشتري هدوءك. لما بنقول سامح بنقول اشتري ملكوت السماوات، لان ان لم تغفروا لن يغفر لكم، اغفروا يغفر لكم. يوسف اول حاجة يقول هل انا مكان الله؟ عاوز اسالك سؤالي الليله دي، المصايب اللي حصلت في حياتك بتقبلها من ايد مين؟ من ايد المفتري، المفتريه، ربنا ياخده اللي سوى. مش هنسى ده، انا كل ما عدي الحته افتكر اللي حصل فيا، ده انا كل ما يحصل مش عارف ايه افتكر اللي تم ويتعرض قدام الشريط. انت جايبه لنفسك، خليك خليك. انت عمال تولع في ولعه وتقعد عليها، نعمل لك ايه؟ انت عمال تحط سكاكين وتنام عليها، نعمل لك ايه؟ لو شاطر قول مع يوسف الليله دي هل انا مكان الله؟ فيش حاجه حصلت في حياتي يا رب الا بايدك انت، حتى لو كان في مفتريين في حياتي هقبلها من ايدك انت، حتى لو كان في ناس كانوا عاوزين اذيتي وكانوا عاوزين يحطموني، هقول حاجه حلوه واحده بس، هل انا مكان الله؟ أنتم قصدتم بي شرا، ولكن الله
قصد به خيرا. انتوا كنتوا بتعملوا لي الشر، لكن ربنا هيحول الشر اللي انتوا عملتوه لخير ليا. دي حاجة. الحاجة التانية يقول لهم ما تخافوش، انا مسامحكم. يبقى واحد، حط ربنا في المشهد. اتنين، سامح. تلاتة، انسى. عارف بقى اربعة تعمل ايه؟ حط ايدك وقدم خير للي ضربك بطوبة. شوف يوسف كان ممكن يقول لهم اوكي خلاص، انا المعروف اللي عمله فيكم، انتوا من سكة وانا من سكة، ما نشوفش بعض، مش هنسلم على بعض. ابونا لو سمحت اديني حل، ما سلمش عليهم. ابونا لو سمحت اديني حل اختصر. يوسف ما عملش كده. ده بيقول لهم ايه؟ انا اعولكم واولادكم. ايه ده يا يوسف؟ قال اصلا انا سمحت وخفيت. على فكرة احنا بنستكتر على ربنا انه يشفينا من اننا ننسى، يعني يشفينا من اننا نفضل فاكرين الاساءة. صدقني لو طلبت نعمة ربنا الليلة دي وقلت له يا رب خليني انسى وخليني اسامح واقول هل انا مكان الله وحطك في المشهد وسامح كل اللي اساءوا لي، مش بس كده، امد ايدي ليهم بالخير. ده ربنا بيقول تقدسوا فاني عامل بكم عمل، ان قال لكم احدا عنه لا تصدقونه. تصدق ان انت ممكن تسامح؟ تصدق انك ممكن تنسي وتمد ايدك للي اساءوا ليكي؟ حط يوسف قدامك الليله دي. انا مش هطول اكتر من كده، هراجع معاكم اربع بيوت عاش فيهم يوسف. بيت الذكريات وانسى كل اساءه حصلت لك وانت صغير، بيت المعاناة والتغرب والتجرب ولكنك لازم تشهد للمسيح بوصاياه، بيت السجن لازم تكون صابر، بيت الملك لازم تعرف تغفر وتسامح. من فضلك افتح الدولاب، طلع القميص اللي كل شوية بيفكرك بالذكريات الأليمة لأنها ذكريات فيك. يعقوب عمال يعيط على القميص، وأتاري بيعيط على حاجة ملهاش لازمة لأن صاحب القميص إيه؟ حي وهو مش دريان. طلع القميص ورميه في الزبالة. أحسن من كده شوف الحلم اللي انت أمنت ان ربنا هيحققه لك، عيش فيه. بس من فضلك وانت بتحقق حلمك ما تفتريش في اللي قدامك. ياريتك تعرف تسامح، بل ياريتك كمان بعد ما تسامح تمد ايدك بالإحسان للي أساءوا إليك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.